جوبا كونفرنس. فطبعا زي ما انتم تعرف في ناس كثيرين جنوبيين وشماليين معيدين ومعارضين، وده شيء طبيعي في الديمقراطيه، لانه في الديمقراطيه لو ما في معارض ما حيكون في شنو ان الديمقراطيه عمل هناك. فالمعارضه في حزب المؤتمر الوطني مع حاضر الكونفرنس، وبرضه زي ما سمعتوا في الجرايد وقريتوا ان في بعض الاحزاب الجنوبيه الصغيره برضه طلعوا من الكونفرنس. فالاثنين الناس ديل المؤتمر الوطني والاحزاب الصغيره they are wrong because SPLM لما عمل الكونفرنس ده كان اول من هايدنج اجنده، بل كان اول الاولويه بتاعه ان ده يكون صالحه كويس ان الناس يحصل للتسامح. التسامح لانه انت بتعرف يعني الاحزاب الشماليه الجا اتند ذا ميتنج اوف جوبا كونفرنس دي ناس ذاتوا شاكلوا SPLM ده 20 سنه. ف SPLM have a clear message that yes we in the SPLM we can forgive but we can never forget, and therefore we want to make sure that things that happened in the future in the past will never repeat in the future. And the forgiveness it is the meaning that del musalaha in the last day in